قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن دور المملكة كقائد للتحالف العربي وتضحياتها الغالية في اليمن ستبقى خالدة ومحل فخر واعتزاز وتقدير للشعب اليمني. كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى لقاء وزير الدفاع بالمملكة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أشاد بالتدخلات الإنمائية والإنسانية الفاعلة للبرامج والمشروعات السعودية، وفي المقدمة منها مركز الملك سلمان والمشروع السعودي للتنمية والإعمار ومشروع مسام لتطهير اليمن من ألغام الميليشيات الحوثية، معربا عن عظيم تقديره لموقف الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والإنسانية والإنمائية. من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي وكافة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.